برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيفي موجود معايا ومشرفني النهارده دكتور محمد فايز فرحات. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور محمد. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ عاصم. الشعب المصري حزن جدا من خبر وفاه الشيخ خليفه. وما تشوف السوشيال ميديا وتشوف كلام الناس يبان قد كده حب الشعب المصري للشيخ خليفه الله يرحمه. وكمان الحب للامارات بقى بشكل عام. ده نابع من ايه؟ يعني اسبابه ايه الحب ده؟ بالفعل اولا يعني متابعه وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا يعني في حاله حقيقيه موجوده على وسائل التواصل الاجتماعي فيها نوع من التضامن في هذه اللحظات، يعني اللحظات التاريخيه في حياه اي دوله او في حياه اي مجتمع. وبالتالي إذا حاولنا نفسر ده في تقدير أنه راجع إلى عوامل كثيرة. أولا العلاقات التاريخية، نمط العلاقات التاريخية بين مصر ودولة الإمارات، خاصة في المراحل التحول، مراحل التحول اللي بتتم. يعني مثلا في العدوان على مصر في 67، في حرب 73، في عندما قامت مصر بتوقيع معاهدة كامب ديفيد في سنة 78، في ثورة يعني ثورة يونيو 2013. ففي كل المحطات التاريخية في اللي مرت بها الدولة المصرية دائما الصديق الإماراتي أو السند الإماراتي كان حاضر، وبالتالي ده كله بالتأكيد بيخزن في الذاكرة التاريخية أو العقل الجمعي إنجاز التعبير يعني للمجتمع المصري. على الجانب الآخر برضو الدعم المصري أو الوقوف مصر بجانب دولة الإمارات كان حاضر في كل المناسبات والمراحل التاريخية، بدءا من دعم مصر لتجربة تأسيس اتحاد دولة الإمارات، ودي تعتبر من التجارب المهمة في المنطقة العربية، لأن المنطقة العربية للأسف أحد مشاكلها أنها لم تشهد، يعني هناك مشكلة في تأسيس الدولة في مفهوم الدولة، لكن دولة الإمارات قدمت تجربة مهمة وهي الدولة القائمة على الاتحاد الفيدرالي، وهذه تجربة تعتبر تجربة شديدة الأهمية. مصر كانت لديها مصلحة أو دعمت بشكل كبير تأسيس تجربة تأسيس الدولة الإماراتية خلال يعني في عهد الشيخ زايد الله يرحمه. بالإضافة لذلك أيضا انتصار مصر أو انحيازها لمفهوم الأمن الإقليمي الذي يقوم على الأمن الذي يستند إلى الكيان العربي بالأساس، مفهوم موحد للأمن القومي العربي، والعلاقة القوية ما بين أمن منطقة الخليج والأمن المصري بشكل خاص والأمن الإقليمي أو الأمن العربي بشكل عام. فبالتالي بالإضافة إلى يعني على دي قضايا من العامة، لكن أيضا أعتقد أنه في تجربة مهمة لا يمكن إغفالها، هي تجربة أو نمط تفاعل العاملين المصريين داخل دولة الإمارات. يعني بعض التجارب تنتج بعض الظواهر السلبية أو الخبرات السلبية، لكن في حالة دولة الإمارات نمط التفاعل ما بين العاملين المصريين داخل دولة الإمارات سلبية في دول أخرى، لكن في الإمارات في بعض الحالات مختلفة، لكن في حالة دولة الإمارات مختلفة تماما. وده طبعا بنشعره، أكيد حضرتك تعرف الزملاء يعني طبعا عاملين في دولة الإمارات قد إيه بينقلوا كيف يتعامل المصريين داخل النسيج أو داخل دولة الإمارات. فبالتالي هذه تضاف إلى خبرات الشعوب أيضا وتنعكس أو تكون حاضرة في أوقات التحول أو في أوقات الأزمات. فأعتقد ده يمكن يفسر لنا إلى حد ما يعني كيف يتفاعل المصريين أو كيف يتفاعل المصريين يعني صحيح. مع هذه لأنه كمان على الجانب الآخر في المقابل المصريين شايفين حب الإماراتيين لينا كمصر. فن بقى المصري بتتكلم في على جميع مستوياته، بقى بتتكلم على مستوى الرواية، بتتكلم يعني طبعًا. أقصد إيه، تحس إنه هو وكأنه عايش معنا في مصر بالظبط، الشعب الإماراتي بالظبط. طبعا التفاعل في هذا المجال هو أحد الساحات المهمة للتفاعل، ولكن المهم أيضا أنه الإمارات أصبح لديها يعني دخلت إلى هذا المجال يعني في إطار تنويع الاقتصاد الإماراتي وفي إطار يعني الدخول في هذا المجال الفن بشكل عام. فبالتالي بدأ يظهر نوع من التفاعل ما بين الجماعة الفنية أو يعني في مصر إنجاز التعبير مع الجماعة في الفنية أيضا في الإمارات. هناك
يعني أنماط عديدة من التفاعل، أعتقد أنها بتراكم خبرة وتبني صورة إيجابية لكل طرف عن يعني عن الطرف الآخر. هي السوشيال ميديا نعم. بعد إذاعة الخبر اتكلمت على مواقف لا تنسى الحقيقة للشيخ خليفة وشاركته في حرب أكتوبر ووقفة الإمارات الحقيقة بجانب مصر في 30 يونيو كان دور في غاية الأهمية وكان داعم في غاية الأهمية. في كمان مناطق مشتركة ما بيننا وما بين الإمارات بتتكلم على قضايا قضايا المشتركة اللي كانت قبل كده متفق عليها من الجانبين إلى حد كبير، مش بالضرورة تبقى متطابقة لكن يعني فيها نفس التوجه. هو التطابق طبعا بداية يعني أي دول لا يفترض دائما مهما كانت العلاقات قوية بين الجانبين لا يفترض دائما التطابق في المواقف. كل دولة ليها بتعمل في منطقة أو في إقليم مختلف عن الإقليم الذي تعمل، يعني نمط التحديات المحيط بالدولة المصرية مختلف بالتأكيد عن نمط التحديات طبعا. المحيط بدولة الإمارات طبعا. فبالتالي ده يعني هذه قاعدة مهمة في العلاقات الدولية، لا يمكن افتراض التطابق ما بين مواقف الدول، ولكن في حالة دولة الإمارات القواسم المشتركة كبيرة جدا. يعني هناك أولا بالإضافة إلى المواقف التاريخية بين البلدين، لكن أيضا هناك يعني إذا حاولنا في المرحلة الحالية هناك أولا توافق كبير فيما يتعلق بأهمية الحفاظ على الدولة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية في المنطقة. وبالتالي ده اللي يفسر ليه وقفت دولة الإمارات بجانب مصر في يونيو 2013 لعامل رئيسي وهو التوافق بين البلدين في أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية باعتبارها هي الركيزة. إذا تم التضحية بهذا الإطار الرئيسي في المنطقة يعني ستكون منطقة مفتوحة أو كانت ستكون مفتوحة للأسف على مشاريع عديدة في المنطقة يقودها بتنظيمات دون الدولة بشكل عام أو تنظيمات إرهابية، وبالتالي هذا أحد أشكال التوافق أو مجالات التوافق الرئيسية هو الحفاظ على الدولة الوطنية. هذا يفتح مجال كبير ليس فقط للدعم الإماراتي المصري المتبادل ولكن أيضا للتعامل أو برؤية مشتركة إلى حد كبير للتعامل مع أزمات المنطقة سواء الأزمة السورية أو الليبية أو التعامل مع التنظيمات الإرهابية أو الفاعلين من دون الدول في المنطقة. فده طب أعتقد أنه مجال مهم أو أحد القضايا الأساسية. النقطة الأخرى هو دائما يعني المنطقة الشرق الأوسط كما نعلم تمر بتحولات كبيرة صحيح. مع تطور النظام العالمي دائما ما يكون ليه انعكاساته على منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي لابد للدول الرئيسية أن يكون لديها تصور واضح كيف يمكن التعامل مع هذه التحولات الدولية، كيف يمكن التعامل مع الفاعلين أو القوى الكبرى في علاقتها مع الإقليم، كيف يمكن التعامل مع القوى الصاعدة. وبالتالي في حالة مصر والإمارات في هذه المرحلة على سبيل المثال كما حدث في مراحل سابقة هناك توافق أو هناك على الأقل تنسيق كبير نعم. في طريقة التعامل مع علاقة هذا الإقليم بالقوى الدولية. فبالتالي ده بيفتح مجال أيضا للتوافق والرؤية مشتركة لدى الدولتين في طريقة التعامل مع التحولات أيوة. الدولية بشكل عام والعلاقة مع القوى الكبرى سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو كانت الصين لكن بشكل عام هناك تنسيق دائم فيما يتعلق بهذه التحولات ليس فقط العلاقة الإقليم مع القوى الكبرى ولكن علاقة الإقليم أيضا مع الفاعلين من غير الدول العربية يعني المنطقة العربية يعني على تخومها دول أخرى غير عربية وبالتالي سيظل دائما هناك سؤال كيف يمكن التعامل مع هذه الدول. أعتقد أن هناك تنسيق مصري إماراتي أيضا في طريقة التعامل مع كل هذه أنماط العلاقة مع القوى الكبرى أنماط العلاقة مع القوى أو غير العربية. هناك يعني مساحات عديدة مشتركة. أخرى مشتركة فيما يتعلق مثلا ب قضايا زي إيه؟ يعني إحنا دلوقتي في تحولات جديدة تحدث في العالم مهم جدا نعرف الرؤى المشتركة طبعا ما فيش تطابق وإحنا بنحترم ده صح جدا لأنه هو ده الوضع هو لا يوجد تطابق كامل لكن المساحات المشتركة واسعة كبيرة في حالة الدوائر المشتركة كبيرة قضية زي قضية مشكلة ليبيا مثلا
تعتبر من داخل هذه الدوائر المشتركة؟ يعني ليبيا طبعا بالتأكيد هي يعني تعتبر ساحة مهمة جدا أو قضية مهمة جدا بالنسبة لمصر بسبب اعتبارات الجوار الجغرافي، لكن أعتقد أنه هناك توافق كبير بين مصر والإمارات فيما يتعلق بقضية أساسية، وهي الحفاظ أولا على الدولة الوطنية الليبية. أي اثنين، لابد أن يكون هناك مشروع سياسي يعني يقوده الليبيون أنفسهم. طبعا إنهاء حالة الميليشيات، بمعنى إنهاء حالة، وده مرتبط بأهمية الحفاظ على الدولة الوطنية في ليبيا. فبالتالي يعني هذا التوافق الكبير، رغم أن دولة الإمارات ليست دولة جوار مباشر لليبيا، لكن هناك توافق مهم فيما يتعلق بهذا الملف. لكن في هناك ملفات أخرى أعتقد مهمة، زي دوائر مشتركة، الحفاظ على حالة الاعتدال في الإقليم. ربما يعني تاريخيا في الإقليم دائما بشكل عام بالضبط كان دائما هناك صراع ما بين دول تمثل حالة الاعتدال في الإقليم ودول تسعى إلى يعني تغيير شكل الإقليم وفقا لحسابات أو وفقا لتصورات أو مصالح أو مصالح بالطبع. لكن مصر مع دولة الإمارات بجانب دول المملكة العربية السعودية والأردن دائما ما شكلوا في مع معظم دول الخليج العربي أو يعني دول مجلس التعاون الخليج العربي بشكل عام، دائما شكلوا الكتلة الرئيسية التي تنتصر إلى الحفاظ على حالة الاعتدال، حالة الاعتدال في العلاقة مع القوى الدولية، في عدم جر الإقليم إلى السياسات الراديكالية أو التحولات الجذرية التي قد تكون على حساب الأمن القومي العربي، على حساب الاستقرار الإقليمي بشكل عام. دائما مصر مع الإمارات شكلوا جزء من كتلة مهمة في المنطقة للحفاظ على سياسات الاعتدال، ليس الآن فقط ولكن حتى في يعني في مراحل تاريخية سابقة. وهذا أحد السمات المهمة، أنه مع تغير حتى مع تغير يعني السياسات الإقليمية الرئيسية في المنطقة أو السياسات الدولية أو غيره، دائما مصر والإمارات كانوا كتلة من الدول التي تنتصر للحفاظ على حالة الاعتدال والسياسات المعتدلة، أو يعني طرحت تسميات كثيرة لكن جوهرها هو الحفاظ على حالة الاستقرار وفقا لنمط مستقر من العلاقات، وعدم الميل إلى التحولات الجذرية أو العلاقات الراديكالية في سواء على مستوى الإقليمي أو على مستوى العلاقة مع الخارج. هناك أيضا في هذه المرحلة يعني أعتقد هناك سمة مهمة أو توافق بين السياسة الخارجية المصرية والسياسة الإماراتية، هي الانفتاح على الخارج، الانفتاح أو إدارة علاقات متوازنة مع النظام العالمي، وده مهم في المرحلة الحالية مختلف بالذات. بشكل مختلف عن ما سبق؟ مش بشكل، طبعا بشكل مختلف الآن، لأنه طبيعة النظام الدولي بتتغير، الموقف مختلف بالضبط، لأنه إحنا في تحولات عميقة في النظام العالمي. أيضا الدول الرئيسية في أي إقليم لابد أن تكون مستعدة لهذه التحولات. أعتقد مصر والإمارات بيقودوا يعني اتجاه إلى الحفاظ على علاقة مستقرة مع النظام العالمي، جوهرها طبعا عدم الانحياز، عدم التحيز لموقف. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم على المناطق المشتركة هتكون ازاي في ظل النظام العالمي الجديد. نطلع فاصل. برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيفي دكتور محمد فايز فرحات. دكتور فايز، كنا بنتكلم على في ظل النظام العالمي الجديد فرض نفسه على مستوى العالم، هل المناطق المشتركة ممكن يفرض تغير فيها ما بين مصر وما بين الإمارات فكرة النظام العالمي الجديد اللي بيشكل الآن؟ يعني في تقديري إن دي أحد المساحات المهمة المشتركة بين الدولتين، وبالتالي حتى لو لاحظنا أداء مصر ودولة الإمارات في طريقة التعامل مع الأمور، الكثير من الأمور منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية حتى الآن، هناك توافق
واعتقد انه في هذا التوافق ليه ملمحين رئيسيين. الملمح الاول هو وجود توافق مصري اماراتي فيما يتعلق باهميه الحفاظ على قواعد النظام الدولي. بمعنى المبادئ الاساسيه التي يقوم عليها هذا النظام منذ نهايه الحرب العالميه الثانيه وحتى الان، احترام ميثاق الامم المتحده، احترام المؤسسيه الدوليه. في دول كثيره ما بتحترمش المواثيقه، الحفاظ على هذه المبادئ الاساسيه شديده الاهميه بالنسبه للدول الناشئه في الاقتصاد العالمي بشكل عام. لانه دخول النظام العالمي في حاله فوضى او عدم، لكن صحيح قد لا يكون بالتأكيد في كثير من الدول لا تحترم قواعد النظام الدولي. نعم. هذه مسألة أخرى، لكن أي. المهم هو الحفاظ على هذه القواعد، دي منطقة مشتركة ما بين بالضبط. دي مسألة حتى يمكن يعني لو رجعنا لاتجاهات التصويت المصرية الإماراتية فيما يتعلق بالقرارات الأخيرة. نعم. داخل. نعم. الجمعية العامة للأمم المتحدة هنلاقي في توافق إلى حد كبير بين الدولتين. وجوهر هذا التوافق هو الحفاظ على المؤسسية الدولية، الحفاظ على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخليه، احترام مبدا السياده، احترام التسويه السلميه للمنازعات. دي مساحه مهمه، لكن في ملمح تاني مهم هو الحفاظ على العلاقات المتوازنه مع القوى الدوليه. وبالتالي هناك قراءه للاتجاه الاول الرئيسي في التحول في النظام العالمي هو وجود قوى صاعده سيكون لها وزن مهم ربما يعني خلال سنوات قليلة فترة أو فترة يعني معينة سيكون لها وزن مهم في النظام العالمي. وبالتالي لابد من يكون على يعني كأحد أحد يعني ضمان الاستقرار في النظام العالمي أو ضمان أو الحفاظ على المصالح هو الحفاظ على التنوع. فبالتالي أحد كمان مظاهر التوافق بين مصر ودولة الإمارات هو الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الرئيسية، سواء كانت مصر سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو الصين. هو التنوع في إدارة العلاقات الدولية أو الحفاظ على ما يعرف بتعددية الأطراف داخل النظام العالمي. الإمارات هي أحد الدول أيضا في المنطقة التي تؤمن بهذه المسألة من خلال انفتاح، لاحظنا طبعا في السنوات الأخيرة انفتاح دولة الإمارات على الشرق. صحيح. بشكل عام انفتاحها. صحيح. على الصين، تنويع علاقاتها مع الصين، هذا بجانب الولايات المتحدة الأمريكية طبعا وروسيا. نفس الأمر فيما يتعلق بمصر، هو بناء علاقات دولية متوازنة ومتنوعة في نفس الوقت. فدي كلها مساحات يعني أهمية وجود هذه المساحات المشتركة أنها بتخلق فرصة للتعاون فيما يتعلق بهذه القضايا وحول قضايا أخرى. السياسات عديد. بقى في نفس الاتجاه اللي حضرتك بتتكلم فيه هتستمر مع بنفس الشكل في ظل النظام العالمي الجديد مع وجود الشيخ محمد بن زايد. أعتقد طبعا سيكون هناك توافق كبير ولن يكون هناك تحولات جذرية في سواء فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الإماراتية أو علاقة الإمارات مع الإقليم أو مع النظام العالمي أو فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الإماراتية. وده راجع لأسباب كتيرة. أولا أنه المصالح المصرية الإماراتية أو التوافق هو توافق مبني على علاقات نمط تاريخي من التفاعل او العلاقات بين البلدين. وده يعني كان يعني مستقر من الانتقال من الشيخ زايد الى الشيخ خليفه والى ثم الى الانتقال الاخير الى الشيخ محمد بن زايد. في كل مراحل الانتقال لم تحدث هزات، لم تحدث تحولات جذريه او اتجاهات يعني مناقضه او لنمط العلاقات المصريه الاماراتيه. وده راجع زي ما قلت لحضرتك لانه في توافق تاريخي، في توافق في المزاج العام يعني في النخبه في الامارات مع النخبه في مصر على مر العصور. ده عامل مهم جدا بيضمن انه يعني استقرار هذه العلاقات وعدم يعني العامل الثاني هو وضع الشيخ محمد يعني مش هيتغير زايد لانه كان جزء رغم من النظام العالمي النظام الجديد. لانه كان جزء ايضا طبعا من النخبه طبعا في دوله الامارات، وبالتالي هو كان شريك في عمليه صنع القرار. وبالتالي يعني ده ضمان
كبيرة للاستقرار أو للاستمرارية في السياسة الخارجية الإماراتية بشكل عام وللعلاقات المصرية الخارجية أو العلاقات المصرية الإماراتية بشكل خاص. وطبعا لاحظنا في الفترة الأخيرة كان في عشرات الزيارات صحيح. المتبادلة واللقاءات القمة لقاءات بين الشيخ محمد بن زايد وبين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فبالتالي في توافق كبير بين القيادتين. أعتقد أنه ده هيكون شرط مهم جدا لاستمرار هذا التوافق. فنحن لسنا في لحظة انتقال يعني أو تحول مفاجئ في السياسة الخارجية الإماراتية أو في العلاقات المصرية الإماراتية، لأنه مصادر الاستمرارية والاستقرار في هذه العلاقات قائمة، سواء كانت عوامل تاريخية أو عوامل هيكلية تتعلق بالمنطقة أو التشابك والارتباط ما بين الأمن القومي المصري والأمن الخليجي بشكل عام، أو تتعلق ب يعني وجود أو موقع الشيخ محمد بن زايد داخل النظام الإماراتي خلال الفترة الماضية، وبالتالي ده هيضمن الاستمرار في نمط العلاقات وفي السياسة الخارجية الإماراتية بشكل عام. طيب دكتور محمد، ما ينفعش تبقى معايا وما أقولكش وحضرتك متابع بشكل جيد، مش فكرة بس المتابعة السياسية لكن بهدف الشغل الأكاديمي لحضرتك كمان، فكرة يعني سؤالي عن الحوار الوطني الداخلي، يعني كده الكلام بالنسبة لي في الجزئية دي مهم أخد رأي حضرتك فيه. من ساعة ما دعا سيادة الرئيس للحوار الوطني أنا شايفة أنه في تطورات في تفاعل من ناس كتيرة جدا، طيارات كتيرة جدا بشكل إيجابي تجاه دعوة سيادة الرئيس للحوار الوطني المصري. بمتابعتك ورصدك شايف إيه؟ يعني أولا في طبعا تفاعل واضح من جانب القوى المجتمعية بشكل عام، القوى السياسية مع هذه الفكرة، وده أعتقد أنه شرط مهم جدا لنجاحها ويدعو إلى التفاؤل كبير. زي ما تابعنا برضو في الإعلام أنه الأكاديمية الوطنية للتدريب دعت أطراف عديدة للمشاركة أو أن يكون لديها تصوراتها فيما يتعلق بهذا الحوار، لحزن نقابة الصحفيين يعني، وبالتالي في تفاعل بالفعل ليس فقط من جانب القوى السياسية والمجتمعية لكن أيضا في إجراءات. رأيك على في أنه الحوار الوطني يبقى الأكاديمي؟ الأكاديمية طبعا تابعة لرئاسة الجمهورية، وبالتالي السيد الرئيس هو اللي دعا للحوار، وبالتالي منطقي أن تكون الأكاديمية الوطنية للتدريب هي المسؤولة عن مظلة لهذا الحوار، وهي أعلنت يعني حيادها الكامل والتام فيما يتعلق بهذا الحوار. لكن المهم أيضا أنه لاحظنا أنه الحوار يعني بدأ مبكر حتى على الشاشات يعني صحيح. التلفزيون يعني أعتقد ظهور رموز سياسية عديدة من الأحزاب السياسية وغيره، أعتقد أنه ده مؤشر لكيف تفاعل المجتمع وكيف تفاعلت القوى السياسية. ليس هذا هو الحوار لكن إنجاز الحوار الرسمي يعني، لكن بشكل عام هو جزء من الحوار التفاعل المجتمعي مع الدعوة والظهور زي ما حضرتك بتقول الحوار المجتمعي، لأنه الحوار ليس فقط اللي هو الذي سوف يتم داخل الغرف أو داخل يعني تحت سقف الأكاديمية الوطنية للتدريب، لكن أيضا نحن دخلنا في حالة حوار مجتمعي، ودي مسألة أعتقد أنها مهمة أيضا لأنه خلقت المجتمع إلى حالة أخرى يعني بفعل الدعوة دعوة السيد الرئيس. المشاركة السريعة زي ما حضرتك بتقول شايفها إزاي؟ يعني هل طبيعي أنه كان يبقى فيه المشاركة السريعة دي وردود الفعل الإيجابية السريعة؟ أنا بشوف أنه ده بيؤكد حسن نوايا عند البعض، يعني لا تعالوا نتكلم ويبقى في حوار وطني، ودي بلدنا كلنا ومن حقنا كلنا أو كلنا لازم نتفق على أنه ما يحدث سيكون في مصلحة هذه البلد. طبعا يعني في تقديري ده راجع لعاملين، العامل الأول هو الثقة في هذه الدعوة،
يعني الثقه الدعوه السريعه الدعوة شايفها دي دليل الثقه في دليل ثقه في دعوه سيد الرئيس لهذا الحوار، وتفاؤل بان هذا الحوار بالفعل سوف ينتهي الى تصورات محدده واجابات محدده فيما يتعلق بالاسئله الرئيسيه التي سوف تكون موضوعا للحوار. لان في تقديري او في تصوري شايف ايه؟ انه الحوار شايف الموضوع يمشي ازاي؟ يعني حتى الآن ربما لم يعلن الآلية الرئيسية لهذا الحوار من الناحية الإجرائية والناحية التنظيمية، لكن وأعتقد أن دي مسألة ربما تاخد بعض الوقت حتى لكن المهم هو طريقة التفاعل الإيجابي من جانب القوى السياسية والمجتمعية مع الدعوة. وزي ما قلت حضرتك ده راجع في تقديري تفسيره الرئيسي هو الثقة في هذه الدعوة والثقة في أنها سوف تنتهي بالفعل إلى إجابات محددة على كل الأسئلة التي سوف تطرح مع هذه في هذا الحوار. النقطة العامل الثاني يتعلق أيضا يعني أنا واحد من كان من الناس اللي كان لدي سؤال، يعني هل المجتمع أو القوى السياسية بالفعل ستكون على قدر المسؤولية في التعامل مع هذه الدعوة؟ تقصد الرهان هنا أصح ولا في تقديري حتى الآن أعتقد أنه الرهان يعني كان في محله، وأن القوى السياسية وده اللي يمكن في صيغة سؤال حضرتك أنه القوى السياسية على قدر مسؤولية في هذه اللحظة. نحن في لحظة خاصة في تحديات عديدة، نحن في مرحلة بعد عمل 8 سنوات بأولويات محددة، وأعتقد أن سيادة الرئيس لما دعا إلى الحوار هو دعوة ضمنية إلى الانطلاق إلى مرحلة جديدة، وده كان واضح حتى في صيغة الدعوة هو الحوار حول أولويات المرحلة المقبلة. فأعتقد أنه القوى السياسية والمجتمعية يعني أعتقد أنها كانت يعني على قدر كبير من المسؤولية وفهم طبيعة، والمهم أيضا هو أن نفهم ما هي الفكرة أو الفلسفة الرئيسية وراء هذا الحوار. يعني هي الهدف الرئيسي منها زي ما قلت لحضرتك هو رغبة في الانتقال إلى مربع تالي للمربع الذي كنا نقف عليه خلال 8 سنوات السابقة. نريد الانتقال إلى مربع آخر بإجابات محددة حول قضايا محددة أو تصور محدد لطبيعة المرحلة القادمة، والمهم هو أن نذهب إلى هذه المرحلة بتوافق، لأنه الضمانة الرئيسية للانتقال أو لعملية استدامة عملية التحول والانتقال هي التوافق، هو التوافق حول القضايا الرئيسية. هل ممكن نخرج من بفكرة الحوار الوطني لفكرة ولا صعب أنه يبقى كله بيتجرد من 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 افكاره او كله بيتجرد من مصالحه، سواء دي بتسمع في افكاره او ايديولوجياته او غيره لمصلحه البلد؟ هل ممكن؟ اعتقد انه ممكن طبعا، واعتقد ان هو ده السيناريو يعني مش عاوز اقول السيناريو، هو السيناريو العملي لاستدامه عمليه التطور. ايوه قد يكون هناك بعض الاختلافات ما بين الدولة والنخبة السياسية والحزبية حولين بعض القضايا، لابد أن يكون هناك مدفوعين في تحركنا بإدراكنا لطبيعة المشكلات، لأنه أي تجربة تنموية لازم تواجه مشكلات، لازم تعمل وفقا لأولويات بالزبط. وتدرك طبيعة التحديات، هتلاقي أولويات مشتركة. يعني أعتقد المساحة مساحة يعني فرصة كبيرة، والمؤشرات حتى الآن طريقة تعامل القوى السياسية والمجتمعية أعتقد أنها خاصة في تقديري أنه اللي يضمن أن هذا هو السيناريو الأغلب في تقديري، أننا سنخرج بالفعل من هذا الحوار بتوافق كبير، لأنه القضايا الرئيسية موضوع الخلاف في تقديري هي قضايا محدودة، وغلبت التحديات التحديات الرئيسية التي تواجه الدولة المصرية هي تحديات تتعلق بعملية التنمية. هذه القضايا، لكن وأعتقد أنه سيكون هناك توافق كبير بين كل الأطراف فيما يتعلق ب هذه المسألة، لكن القضايا موضوع الخلاف
يعني في تقدير هي قضايا محدودة أيوة. ويمكن التواصل، لكن صحيح. بشرط أن يكون هناك فهم دقيق لطبيعة الحوار أيوة. هل الحوار هو صراع ما بين طرفين؟ طبعا ده أعتقد ده تكييف خاطئ، مش هيبقى هل الصراع هي مفاوضات على على بنود محددة؟ برضو أعتقد ده تكييف خاطئ. الحوار هو كيف نصل إلى توافق فيما يتعلق بقضايا تمثل يعني قضايا هامة، ربما قضايا مهمة وقضايا أيضا تتعلق بأولويات مرحلة القادمة. وبالتالي أعتقد أنه الحوار لن يكون حوار يعني لن يواجه يعني مشكلات كبيرة، لأنه مساحات التوافق في الحقيقة كبيرة جدا، تظل كويس. مجموعة محدودة من القضايا ربما تكون هي موضوع الخلاف ما بين يعني تمام. خلينا هنتابع ونتمنى يعني تبدأ بشكل كمان أقوى وأكبر جلسات الحوار حول دعوة سيادة الرئيس. بشكرك دكتور محمد فايز فرحات، بشكرك، بشكر حضراتكم، وأشوفكم بكرة على خير مع تحياتي عزة مصطفى، وإلى اللقاء.